بجوج صراحة فحال فحال، شوف اللي ريحك وناديني به وما عنديش إشكال، يا مراد يا الحر. هو في الأصل الاسم صراحة جا حيت من طبيعي أنني ما كيعجبنيش واحد يتحكم فيا، كيعجبني نعمل الحاجة اللي مرتاح لها أنا واللي كيلغيها عليا بالي وعقلي، هذا ما كان. في 2009 كانت البداية ديالي كهاوي، يعني حاولت أنا في حالي في حال الناس نتقرب من هذه الموسيقى هذه، هذا العالم هذا، حاولت أنا نكتب. وخاف الأول ديك الشيء راه إلا جيتي تقارنوا مع دابا راه لا شيء، علاش أنا كنقول أي واحد في باله شي حاجة يكافح عليها يحطها قدام عينه كهدف وغيوصل إن شاء الله. فمع توالي الأعوام صرت الحر ديال دابا، هذا ما كاين. أبار الشهرة فكتحس بلي عندك مسؤولية كثيرة، كتحس على أنك مسؤول على أي حرف أي كلمة أي تصرف، وكل ما زادوا الناس اللي كيبغيوك كل ما كتكثر أنك تطيح في عثرات وفي مكائد. فالإنسان خصو يكون ذكي ويكون كيعرف شنو يختار، هذا ما كان. انا العلاقه ديالي مع اغلب الفنانين زعما الزملاء طيبه، ولكن ما كتعرف شنو كاين في الكواليس. ولكن الحمد لله اللي كل شيء كيمشي على حسب نيه مزيانه. كانت عندك نيه مزيانه في اي حاجه فغتوصل رغم المكائد ورغم التخطيطات ورغم اي حاجه. ومن هذا المنبر هذا كنقول لاي واحد كيف ما كيتمنى لي الله يعطيه الضعف ديال ديك الحاجه اللي كيتمناها لي، هذا ما كان. هما بزاف ديال الحاجات اللي ما عمرهم ما خطروا في البال، حاجات كانوا كيجيوني باللي بعاد باللي صعيب باش توصل لهم او لا كيبقاو كاحلام، ولكن عام ورا عام كنحقق بعض النسب من الاحلام من الطموحات من الاهداف. وانا حاليا راضي على نفسي وان شاء الله عندي احساس ان القادم غيكون افضل. التنوع هذا مزيان، واحترام لكل واحد على اي ستايل كيقدمه ولا اي فن كيقدمه، حيت كتجي تشوف كتجبر باللي مثلا كمثال هاد الاسماء اللي عطيتيني مع احترامي ليهم وتحيه كبيره ليهم، فراهما كافحوا تا هما تكرفصوا تا هما خدموا على واحد الحاجه اللي كيبغيوها، فيستاهلوا يكون عندهم تا هما جمهور ديالهم. وهاد التنوع هذا مزيان وما كرهناش يكونوا كثره اكثر من هاد الشيء هذا، حيت حنا كاملين كنخدموا المصلحه ديال الفن. لا بالعكس، راه الكلاش داخل في الثقافه ديال الراب، غير هو كل واحد والاسلوب ديالو. فاذا ما كنتش داخل في هذا التيار ديال الكلاش فماشي عيب، بالعكس انا كنميل اكثر للمواضيع، كل واحد وكيمتاز بواحد الحاجه فيه. بالعكس الزهير كيبقى صديق وعزيز عليا بزاف وفنان كنحترمه، وكيف ما كتشوفوا فلازم علينا نصبروا. لقات انجاح كبير، نجاح هو ذاك اعتذر، لقات نجاح كبير والحمد لله. باقي ان شاء الله كاين اعمال مرتقبه في المستقبل، وتحيه ليه كبيره. اول حاجه تحيه كبيره وكبيره بزاف للاستاذه سعيده فكري، كإنسانة وكفنانة كبيرة صراحة. مني تقربت للأستاذة سعيدة فكري لقيت فيها واحد الروح اللي طيبة بزاف، واحد الإنسان اللي قلال في حالها واللي كتبغي الجمهور ديالها. وصراحة تعاملي معها شرفني بزاف، وكيف ما كتشوفوا الأغنية في الأسبوع الأول لقات نجاح كبير وعدد مشاهدات كبير، وإن شاء الله هذا الشيء هذا باقي غيزيد. ونبشركم بالله انه باقي كاين ديو انا والاستاذه سعيده فكري. فهذا الجديد كان تمهيد، حكايه المرايه كيف ما كتشوفوا كانت تمهيد للرجوع ايقونه الفن الجميل سعيده فكري. فسعيده فكري باقة والحر باقي والفن الراقي غيدوم ان شاء الله. كان عندي احساس ان الاغنيه غتنجح، وباقي عندي احساس ان غتنجح اكثر والقادم غيكون افضل ان شاء الله. من
الناحيه ديال الكتابات الكلمات والالحان فباقي ان شاء الله كاين اعمال وجاوني عروض. غير هو انا من طبعي كنختار العمل اللي كنميل ليه بزاف واللي كنرتاح له بزاف وان شاء الله كاين اسماء كثيره غيكون اعمل معها ان شاء الله اسماء وازنه في الفن ان شاء الله نخليه مفاجاه ويكون غير خير. حتى الساعه ما سهرت حتى شي كاميرا ما تقاس ميكرو ما والو. لا لا بالعكس لا حشومه ما انا انسان عادي هادي لما كان شي حاجه كاي واحد فهمتي اللي تعصب واللي اللي غتقيس له الوتر الحساس ديالو فبالفعل ما نفعلش وما نتعصبش. كاين وكاين واحد المساله اللي اكثر من فيتورينغ هي واحد الصداقه واحد الاخوه ونعمان واحد الانسان اللي خلوق ظريف وضحوكي وتا هو فنان خلى البصمه ديالو وباقي ان شاء الله فعنده اعمال قادمه. تحيه ليه وتحيه ليكم والمتابعين ديالكم وفي الدم.